ولا يسكن سكنه إلا وهو يرقب طاعة الله، إلا وهو يفتش عن مرضاة الله عز وجل. فنحن لماذا تزوجنا؟ تزوجنا طاعة لله، الزواج في ديننا عبادة. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نتزوج طاعة لله، نتزوج طاعة لرسول الله محمد الذي وبخ الثلاثة من أهل الغلو فقال: أما إني لأتقاكم وأخشاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. أخلص، نحن ما تزوجنا إلا طاعة لله وطاعة لرسول الله ورغبة في إنجاب الولد الذي نسخره في خدمة دين الله. وكم في الزواج من نوايا صالحة، وكم في الزواج من رغبات تدنينا من الجنة وتدنينا من رضا الله عز وجل. فربنا يقول لنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين. ويقول جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لو أخلصت واستحضرت هذه النوايا عند الزواج وبعد الزواج ستنقلب عاداتك في زواجك إلى عبادات، ترفع عندها اللقمة إلى فم الزوجة تداعبها تضاحكها ويكتب لك بها صدقة، تمزح مع الزوجة تتكلم معها تؤانسها ويكتب لك بهذا الأنس والإيناس صدقة، سيتحول ثمرك مع امرأتك إلى عبادة، ستتحول نفقتك عليها إلى صدقة، ستلبس الهندام الجميل وتضع الطيب الطيب وتأتي الأهل وفي بضع أحدكم صدقة. يبقى حتى تفوز بقلب الزوجة تب إلى الله، أطع ربك ومولاك، أخلص حتى تتخلص من كل كرب وضيق وهم وغم. رابعا، استعن بالله ولا تعجز. عايز تفوز بقلب الزوجة تهيمن عليه لا يلتفت نظرها عنك لحيظة، أيوة استعن بربنا عليها. قلب الزوجة في يد من؟ قلوب العباد، كل العباد قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وربنا الملك علمنا أن نستعين به في كل ما نرجوه، وأن نستعيذ به في كل ما لا نرجوه ونحذره. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي علم ابن عباس وعلم الأمة من خلاله في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والحديث حسن صحيح، قال: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيا من تزعم أن قلب الزوجة تغير، أن الحب هجر قلبها، أن العاطفة جفت في قلبها، ماتت، احترقت، ضاعت، استعين بربنا عليه. قلبها في يد الله، في سجودك قل له: يا رب حببني إلى زوجتي وحببها إلي، ولا تلفت قلبها عني ولا تصرف بصرها عني، استعن بالله عليها. خامسا، وده كلام مهم جدا، لكي تفوز بقلب زوجتك عليك بالكلمة الطيبة. روى مالك في الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا ومن الشعر لحكمة.
ممكن واحد يكلمك بكلام يسحرك، يخلب لبك، يسلب فؤادك. الكلمة الطيبة صدقة. وهي زوجتك، والأقربون أولى بالمعروف. فيا من تريد أن تشعل الأشواق التي انطفأت في قلب زوجتك، أنت فين يا ابني من الكلمة الطيبة؟ ألا تعرف أن المرأة كالطفل؟ المرأة كالطفل، بالكلمة الطيبة الجميلة المنتقاة تأسر قلبها وتخلب لبها، وبالكلمة السيئة وبالفظاظة وبالغلظة ممكن تقطعك إربا إربا. فحذاري يا عبد الله، حذاري، عليك بالكلمة الطيبة. المرأة تحتاج إلى العاطفة أكثر من حاجتها والله إلى الفستان الجديد، وإلى المصاغ الذهبي الغالي، وإلى الأثاث الفخيم. تحتاج إلى عاطفة، حب، وهي على أتم الاستعداد أن تفترش معك الحصى وتلتحف السماء. بس تسمع كلمة كويسة، تسمع كلمة طيبة. أنا أقول إن المرأة في حاجة إلى العاطفة أكثر من حاجتها إلى الخبز. فعليك بالكلمة الطيبة تسعد وتسعد وتهيمن على قلبها. أين أنت من الكلمة الطيبة؟ أين أنت من اللمسة الحانية؟ أين أنت من النظرة العاطفة؟ ألا تعرف أن للعيون حديث أجمل وألذ من كل حديث؟ يا أخي تعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ بقول النبي أكثر إنسان بتحب مين؟ قال عائشة. هكذا كان يجاهر رسولنا بحب عائشة؟ من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. أي بركة حلت على بيتكم يا صديق، أحب امرأة إلى قلب النبي عائشة، وأحب رجل إلى قلب النبي أنت يا أبا بكر. قال: ثم أي؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. الكلمة الطيبة، من الكلمة الطيبة أن تنتقي لزوجتك اسما جميلا تدللها. النبي كان ينادي عائشة باسم فيه دلال، فيقول: يا عائش، يا عائش، ويقول أحيانا لها: يا حميراء، لأنها كانت بيضاء بياض مشرب بالحمرة جميلة. النبي محمد كان ينادي بهذه النداءات الحلوة. ألا فعلى هذا النهج فسر، نادي على زوجك باسم يدخل على قلبها السرور. يا بطة، يا قطة، يا قمر، يا بدر، لا بأس. هذا من الدين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع زوجه. لا شك أن هذا سيروي نكهة الحب التي ذبلت، سيجعل وردة الحب التي كادت أن تختنق تمتلئ نضارة وتفتح وتزهر. فعليك بهذه النداءات الحلوة، هذه أيضا من الكلمة الطيبة. ومن الكلمة الطيبة أن تمدحها أمام أهلها. إذا جاءت إليك حماتك، والحمات إذا جاءت إلى البيت جاء معها الخير كله، إذا جاءت حماتك إلى بيتك امدح زوجتك أمام أمها، أمام أبيها، قل لها: يا أماه، بارك الله فيك من أم، لقد أدبت فأحسنت، فجزاك الله عني خيرا. قل لوالد العروس وهي تسمع: أكرمك الله من والد، لقد أعطيتني هدية، لقد منحتني كنزا لا يقدر بثمن، فجزاك الله خيرا. حتى لو زوجتك تجرعك المرارات قل هذا الكلام: والله بعد انصراف الوالد وبعد انصراف الأم ستجد منها قطعا يقينا ما يسرك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
هذه الكلمات